وبننتقل مشاهدينا من شهر الإمارات للابتكار ومن جامعة الشارقة إلى الجامعة القاسمية، حيث نظمت دائرة الموارد البشرية بالشارقة معرضا خاصا ببرنامج وفر في الجامعة القاسمية بهدف تعريف الموظفين في الجامعة بالعروض والخصومات التي تقدمها الجهات المنضمة لبرنامج وفر لخصومات موظفي حكومة الشارقة. زميلتنا عبير جلال أيضا زارت هذا المعرض وأعدت هذا التقرير، خلونا نتابعه. تسعى دائرة الموارد البشرية بحكومة الشارقة ضمن استراتيجيتها إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للموظفين في حكومة الشارقة، إضافة إلى حرصها على دعم الاقتصاد المحلي في الإمارة الباسمة. في هذا السياق وضمن المبادرات المختلفة للدائرة، يستكمل برنامج وفر سلسلة معارضه التعريفية الترويجية لمختلف الجهات والهيئات، الدوائر والمؤسسات المختلفة في الإمارة، حيث حطت محطته الثالثة في مقر الجامعة القاسمية بهدف تعريف كافة الجهات والشركات المنتسبة للبرنامج من القطاع الخاص خدماتها والتي تتضمن مختلف العروض والخصومات المجزية. ما شاء الله كانت العروض متنوعة، ما شاء الله كانت جميلة جدا، جميلة، غطت كل النواحي اللي يحتاجها الموظف عادة من رحلات ومن سفرات ومن احتياجات أدوات منزلية ومن مغامرات، كانت جدا جميلة. برنامج ممتاز جدا جدا وبيعمل عروض مميزة للموظفين، ويعني المفروض ان احنا نستفيد بالعروض ديت بدل ما نلف في الاسواق او نلف في الشركات، لا احنا الشركات بتيجي لحد الجامعة وبتقدم لنا العروض وبنقدر نختار الشيء المناسب لنا. يقدم برنامج وفر خدمات خصومات حقيقية لأكثر من 300 جهة مشاركة باتفاق توأمة الشراكة بين القطاعين، والتي تأتي ضمن المبادرة التي أطلقتها دائرة الموارد البشرية في حكومة الشارقة بدعم وموافقة من المجلس التنفيذي لحكومة الشارقة بهدف رفع الرضا الوظيفي للموظفين. نقدم تنظيف أسنان مجاني وعم نعمل فري دنتال تشيك أب، وبالنسبة عنا عروض أخرى، بالنسبة عنا نحن قسم الأسنان وعنا قسم الليزر وعنا قسم الجلدية، كمان بنعمل تقريبا 20% خصومات للخدمات التجميل العلاجية و 15% للخدمات التجميلية. محطتنا كانت البارحة في هيئة الثقافة في الشارقة، واليوم جينا جامعة القاسمية. طبعا نحن نقدم خصم حق الطلاب والمواطنين هنا في إمارة الشارقة 20% ل 25% توصل الخصومات. طبعا عندنا خدمات كثيرة موجودة، منها أنظمة الحريق ومنها الكاميرات ومنها البوابات. مقدمين خصم أكثر عن 70% في دواء الذكاء الصناعي اللي هي بتكون تاريخ 5 و6 مارس، فالخصم موجود لموظفين حكومة الشارقة، ونتشرف أن كل موظف يتعرف على الذكاء الصناعي اللي الناس كلها تتكلم عنها، وهي كانت من أهم محاور القمة العالمية للحكومات. برنامج وفر والهدف منه تحقيق يعني إدخال السعادة على الموظفين ببعض الخصومات الموجودة على جميع الخدمات اللي نحن بنقدمها، اللي هي مختصة بالسياحة داخل الدولة أو خارج الدولة. بطبيعة الحال هالشيء بيطور العلاقة الاستراتيجية القائمة بين الشركة نحن كقطاع خاص والقطاع الحكومي لإدخال السعادة أو لتقديم الخدمات للموظفين. وفر برنامج الخصومات الحكومية الأول والأذكى على المستوى الإقليمي، والذي يأتي ضمن السلسلة المتكاملة من الأنشطة المجتمعية لدائرة الموارد البشرية بحكومة الشارقة لإسعاد كافة موظفي الحكومة.